Quite like Arabic, is that? Arabic, can you say Arabic, man? This way we can switch between Arabic and English. No problem. Cool, yeah. Cool, thank you. But yeah, thanks for coming. I know it's difficult, as one of the first few sessions. So hopefully we get more people, but I think what we have to discuss here is really cool, because it's a cool story of somebody who started a company out of passion, moved forward, and started different things along the way. But that's what we'll talk about today. Thanks, Mustafa, for being with us. First of all, thank you. I'd like to ask you first to give us an idea how you came up with the idea of starting EGNI, and then how did you move from that, and how it morphed into Agile Business Model? Okay. I'm Mustafa Zakaria. يمكن انا كان حظي كويس ان انا اشتغل من قبل ما اتخرج يعني كنت بشتغل وقت الدراسه فكره الشركه جت بعد ما خلصت التجنيد الابتدائي بتاعي وكانت مع الفاوندر بتاعنا بتاعي عمل محمد عادل هي ات واز باشن اباوت لازم نيو تكنولوجي ليرنينج اباوت نيو سوفت وير ريكويرمنتس اللي هتو امبلمنت وده بدا ان احنا اشتغلنا اونلاين اوت سورسنج يعني كنا يمكن من اوائل الناس اللي في مصر كنا بنشتغل على اوت سورسنج بلاتفورمز وقتها كانت الفكره جديده وما كانتش منتشره زي دلوقتي وشو طبيعه السوفت وير اللي بتعملوها دلوقتي؟ بس انا عايز اقول لك على البدايه كانت فيري تاف طبعا يعني اثنين واحد معاه لابتوب واحد معاه بي سي قاعدين على سرير في اوضه واحد فيهم ومعانا وصلت انترنت دايل اب بتاعت زمان دي you have to have a dialog model وبعدين الكومبيتيشن طف جدا لان الناس الاستابلشت بره اوريدي عندهم اكونتس انت ما عندكش كومبيتيشن انت بادئ فروم سكراتش فممكن تاخد بروجيكتس فور فري تدي كونسلتنسي او تصلح مشكله في السوفت وير جاست تو جيت ريفيوز يعني انت بتقول له جاست كريدت مي جيف مي سم جود ريفيوز اون مانث اوف فايف سو ذات اي كان جو فور بيجر بروجيكتس اور بيتر بروجيكتس وكيف كان يسمع عنهم الكلاينت؟ How did you find them? How did you go to them? Actually, the online platform هي اللي كانت بتوفر الشغله ديت يعني هو بيبقى زي ويب سايت الويب سايت انت از حد عايز سيرفيس معين عايز دكتور معين you just write in fill in the description and you get bids from different service providers فبيسمع عنك ان انت بتحط بيد تقول له طب I can help you for free just give me a good review you want pay a penny for this just give me a good review or مثلا just cover the website commission ادفع $5 و I will solve the problem and so on يعني ومع الوقت كل ما الريفيوز بتاعتك بتزيد البروفايل بتاعك بيجيت Who was your first client؟ شو كانت طبيعة المشروع الأول اللي عملته؟ كان مشروع حاجة سيري شوية حد كان عنده مشكلة في اليو أي بتاع الانترفيس بتاعه وساعدناه إن احنا نديها له فور فري just to get the finish لأن أنت كان البروفايل بتاعك فاضي مش ريفيوز فهو تراست يو تو ورك يو اوت ان ريفيوز بس الفكره كانت as simple as this والباشن كان ان فعلا كنا بناخد مشاريع من طبيعه مختلفه شويه يعني المشاريع كانت كلها ما كانش تراديشنال بقى الماي كاليكس بقى لما اتخرجوا اشتغلوا فيها الحاجات التراديشنال بقى الابلكيشنز مش عارف الابلكيشنز عامله ازاي كانت كلها حاجات اعمل مثلا بي دي اف رايتر الحاجات تيجي شويه وقتها ما كانش في الموضوع منتشر مش عارف يعمل ايه بيعمل البوست سكريبت يعني كان الحاجات كلها فيري ديفرنت من الموجود وقتها. وانس ان انا خلصت التكوين بتاعي بلشنا بقى زي ما بنقول كده على طول خدنا مكان وكنا سيلف فاند يعني ما حدش عملنا فلوس يعني خدنا بقى الريفينو اللي احنا كسبنا منه بدانا اشترينا بقى كمبيوتر واثنين وسيرفر واثنين ومشي. وكان كيف صار يعني when did you hire اول شخص؟ انت دخل اول شخص على الشركه؟ 2006 بلشت انتوا 2004 يعني كان في فورمال اوكي انت بتتكلم على اثنين قاعدين على السرير بيشتغلوا من اوضه النوم فكان انتوا انفورمال لكن فورمال 2006 وي هارد تو امبليز واحد فيهم كان ديفلوبر والثاني كان جرافيك ديزاينر تمام وبعد ما بلشتوا خلاص انستتيوشنالايز صارت شركه وبطلت من ات ونت فروم ا دورم روم يس تو ان اكشوال كومباني كيف بعدين شو صار يعني اذا you were to explain it in two sentences شو هي الشركه شو كانت السيرفيسز بتعطيها الشركه اي جي ناي ببساطه اي جي ناي was a software house
سوفت وير بالظبط سوفت وير هاوس. وكنا في الاول كان فوكسنج اون بروفايدنج سوفت وير. خلاص انت مع الوقت بقى الكاستمر بيز بتاعك بره مصر بيزيد، الكونتكس بتاعتك بيزيد، فالترافيك البروجكتس عمال بيزيد، الاكسبيرينس بتاعتك والاكيوميت نولج بتاعتك بتزيد. بس فوكسنج ما كناش بنعمل بروجكتس جوه مصر. يمكن استمرينا كده لحد 2008 وبعدين بقى بدا يبقى عندنا فشل ان احنا نشوف الماركت في مصر عامل ايه. انا بكلمك عن فتره احنا ما كناش بنفكر ماني وايز خالص، يعني ما كناش وري اباوت المونتيزيشن على قد ما الباشن درايفنج. انت عايز تعلم جديد، عايز تشوف باترنز جديده، بزنس جديد، تتفرج الناس بتعمل ايه، تتعامل. ففي 2008 بدانا نشتغل بروجكتس في مصر، وكان حظنا كويس ان احنا اشتغلنا مع بارتنرز دخلونا تيليكوم اوبريتورز. اشتغلنا مع اتصالات، اشتغلنا مع موبينيل، اشتغلنا بروجكت كبير مع ارمسترونج بومبس، شركه كنديه بتعمل بومبات، واحده من العمالقه يعني في المجال بتاع البومبس. ودي يمكن كانت نقله شويه ان احنا بدانا بقى نسويتش شويه لمور انتربرايز سولوشنز. فواتس واتس موفت كنت احنا كنا نتحدث في الموضوع ده، وصلت لمرحله انه عملتوا مشروع لانه انتوا حبيتوا تعملوه. يس. ذا باشن بروجكت. وشاركتوا فيه ب بكومبتيشن كايرو. تمام. فخبرنا شويه وين ذا باشن كم فروم؟ شو طبيعه هذا المشروع اللي اشتغلتوه؟ بص هقول لك على حاجه يمكن اخدك خطوه لورا ما كناش حاجه ما اتكلمناش فيها. ان الاكسبيرينس اللي بدات عندنا ابراهيم من القصه بتاعت الاوت سورسنج دي او وقتها الوايد سبريد دلوقتي بيسموها فريلانسنج، احنا بدا يكون عندنا اكسبيرينس هاو تو هاندل سوشيال بروجكت. صح. فكان عندنا بروجكت صغير كده كنا عاملينها وهي انيشيتيف اسمها لانسرز كافيه. كان زي مبادره كده مع حد صديقنا ماركتير، بدانا نعمل سيشنز في سيشنز للناس بنجايد ذيم هاو تو ورك فروم هوم، ازاي تقدر وانت قاعد في البيت تشتغل اونلاين وجنريت منه. طيب. بعد البروجكت ده بدانا القصه بقى اللي انت بتسالني عنها، البروجكت بتاع كورستاتس. اكشوالي كورستاتس ذا فيري انترستنج بروجكت. وي ستارتد البروجكت ده انسايد اي جي 9 فور ذا لاف فوتبول. يعني احنا انا محمد يمكن فوتبول فان، وكان وقتها مصر بقى في منتخب اللي هو الشهير اللي خد ثلاث بطولات ورا بعض، فكان في ديبيت جامد في الكوره. فاحنا وي ور ثينكينج اباوت هاو تو هافينج يعني فروم انجينيرنج باك جراوند بقى هاو تو هافينج انان سبجكتيف ايفالويشن فور ذا بلايرز. يعني احنا عايزين نقول في طريقه ثانيه اكيد علميه مبنيه على ساينتفك باك جراوند ان انت تقول اللعيب ده كويس مش كويس. رادر تاني ان هو حريف او مش عارف بيراوغ كويس او بيبص كويس او مش عارف ايه الكلام ده. فجت الفكره ان هنا بدات نشتغل عليها ان احنا نبني ديجيتال بلاتفورم يعمل ديجيتايزيشن للايفنتس بتاعت الماتش. يعني انا عندي مباراه عايز احول المباراه من شكل انا قدامي فيديو انت شايفه قدامي بشويه ديجيتايزيشن شويه اكشن. الاكشن دي بعد كده بتخش على انجن، الانجن ده يبدا يعمل برفورمانس ايفالويشن للبلايرز. بدانا البروجكت ده في 2000 واخر 2010 وبعدين جت الثوره عملت لنا شويه مشاكل، بس قدرنا نمانج ان احنا نجيب ديل مع استوديو تحليل ونطلع معاهم هوا في اكتر من مناسبه يعني. وبعدين مشيت الدنيا ان احنا وصلنا دلوقتي الحمد لله عندنا ديل مع ناشونال تيم، ايجيبشن ناشونال تيم، عندنا ديل مع فرقتين في الدوري المصري، اوقات بنقدم سكاوتنج سيرفيسز كده للانديه في افريقيا وفي اوروبا وماشي الحال. وهل ضلت هاي تحت اي جي 9 ولا هل بيصفر بشكل لحالها؟ لا هي فضلت تحت اي جي 9 لحد نص السنه دي تقريبا، يعني نص السنه دي احنا عملنا تويكينج للبزنس موديل بتاعنا وبدانا نغير الدايركشنز بتاعتنا من ان احنا كنا بنتارجت او بنفوكس على كستمايز سوفت وير سولوشنز ان احنا نبقى سيرفيس او برودكت بروفايدر. ففي اللحظه ديت عملنا سبين اوف لكورا ستاتس في شركه لوحدها، وبقت كورا ستاتس ستاند الون كومباني بتصرف على نفسها وماشي حالها لوحدها يعني. واي جي 9 قدرنا ان احنا نعملها ايفالويشن ونريز فاند ليها ودخل معانا انفستور، والدايركشن اتغير بقى في اتجاه السوفت وير از سيرفيس. كويس. هي كانت الفكره ان احنا من احتكاكنا السنين اللي فاتت من 2006 لحد 2015 اتاح لنا ان احنا نشوف ديفرنت بزنس اسيتس وديفرنت بزنس فيدز. فانت بتشوف الناس مشاكلها عامله ازاي. المشكله اللي كانت انسبايرنج الفكره مودرس او البرودكت اللي احنا بنقدمه دلوقتي كانت ان احنا شفنا معظم الاس ام ايز في مصر، يمكن ده بعد كده جلوبال ترند يعني مش في مصر بس، مفيش حد بيدرسهم بالنيدز بتاعتهم ات افوردبل برايس. يعني انت لو عايز تشتري سوفت وير يمانج الحسابات بتاعتك او يمانج الموظفين مرتباتهم اتندنس بتاعهم اجازاتهم حضورهم تامينتهم
يعني هي الفانكشن مزعجه جدا، فانكشن مزعجه وتيريس يعني تكراريه روتينيه، الموضوع ما فيهوش ابداع يعني. فانت عشان تقدر تشتري سوفت وير بيعمل حاجه زي كده الموضوع مكلف، مش افوردبل خالص. فهي كانت الفكره يعني ان احنا نقدم سوفت وير از سيرفيس اون ذا كلاود سولوشن بلاتفورم موديولر، عباره عن مجموعه من المودولز. المودولز دي بتتكامل فيما بينها بحيث ان احنا نوفر امبريلا للاس ام ايز، شركات متوسطه وصغيره الحجم، يلاقي فيها كل احتياجاته. هو عايز ايه؟ عايز برنامج مثلا انفنتوري مانجمنت عندي، عايز برنامج اكونتنج مانجمنت عندي، عايز برنامج انفويسنج، عايز برنامج اتش ار، عايز تاسك مانجمنت. فالديفرنت نيدز اللي ليها امباكت، هاي امباكت على البيزنس بتاعه، احنا بنقدمها له اوتوماتيك. وان كلاود بيدفع سبسكريبشن فيز بير مانث، حاجه افوردبل جدا. واي ديد يو ديسايد تو تارجت اس ام ايز؟ ليش بس الشركات اللي بتديرهم الوسطى؟ ليش؟ وكيف طلعت الفكره هاي؟ هل هو نيد؟ هل هو بص، هو احنا طبعا مبدئيا احنا اس ام ايز، صح؟ وبعدين احنا اشتغلنا مع الاس ام ايز واشتغلنا مع انتربرايز، زي ما بقول لك اشتغلت مع مونجنيل ومع اتصالات واشتغلت مع ارمسترونج بانك. فشفت ان شفنا نيد عند الاس ام ايز، هم دي ار ريلي ليفت بيهايند، ما حدش فكر فيهم. يعني انت النهارده اي حد بيعمل سوفت وير عايز يقدمه فلوس كتير قوي. طيب الناس دي برضه محتاجه يعملوا اوتوميشن. انت بتتكلم الشركات اللي هي من حجم 20 لحد 200، هم مش كلهم يقدروا يفرضوا ان هو يدفع 60,000 جنيه في لايسنس اوراكل او لايسنس سيرفر. فالنيد كان موجود ومحدش بيقدسه. يعني احنا شفنا ان هو ماركت فور الانفتي ماركت. وهذا هاو ماني برودكت يو هاف؟ هاو ماني موديولز يو هاف؟ وغير الموديولز هاو ماني اس ام ايز ار يو سيرفيسنج؟ احنا يمكن بدأنا البلاتفورم نمايجريت عليه الاجريجيتد اكسبيرينس والتولز بتاعتنا يمكن ابريل اللي فات. عملنا سوفت لونش اكتوبر. كرنتلي عندنا وي ار سيرفينج اباوت 9 اس ام ايز اند اباوت 700 بيج يوزر. اونلي ان كابل اوف مانث، يس. يعني نحكي على غير شهرين من اكتوبر للنهارده. تمام. اذا بتفكر هلا انت بترجع بتطلع على من 2004 لليوم، what were your biggest challenges to get to where you are today؟ شو كانت اكبر المعوقات الموجوده؟ بس انا مش هقول لك ان في الاول كان الفاندنج مشكله، لان احنا كنا بنفكر وكان في مونتيزيشن، الدنيا كانت ماشيه كويس. بس خليني اقول لك على تشالنج وخليني اقولها كده بشكل ستوري او تليفون. الشركه دي عندها روح وقادر يتقبل ده، فده تشالنج ان انت تلاقي الناس بالكواليفيكيشن دي او بالاتيتيود ده. حاجه ثانيه ان انت اتراكت تالنتس، لان انت بتخش في منافسه عنيفه مع الشركات الكبيره. هو بيطلع مرتب انت ما تقدرش تديه، والناحيه الثانيه هو بيوفر ده وما تقدرش توفره. ومش كل الناس بتكابتشر الفاليو ان انا هبدا مع شركه صغيره وهي بتكبر انا هكبر معاها. مش كل الناس عندها استعداد ان هي تقول حاجه تانية. يمكن واجهناها في كورا ستاتس وبنواجهها دلوقتي في مودرس، وهنفضل شويه نواجهها، الا وهي الكالتشر. يعني مثلا في كورا ستاتس الكالتشر بتاعه ده ممكن الساينس او انتروديوسينج ساينس انتو سبورت دي كانت ميسنج في مصر. انت لما تروح لكوتش هو ممكن يكون مش هايلي كواليفايد، ممكن يكون طول عمره بيلعب كوره، فلما تيجي تقول له انا هقول لك ازاي تقيم لعيبتك بارقام، الموضوع شحن بالنسبه له واوقات مش مفهوم فمش هيقبل. فاحنا مثلا قعدنا من 2011 لحد النهارده بنعاني عشان نقنع الناس ان يا جماعه خلاص الدنيا بتتغير. وده اللي بيحصل بره النهارده. انت ما ينفعش تدفع في لاعب كوره 7 مليون 8 مليون من غير ما تكون عامل له ايفالويشن بشكل مظبوط. كالتشر تشالنج كمان بنقابله في مودلس، الا وهي ان الساس بزنس از ريلي نيو تو ذا ايجيبشن ماركت. مش كل الناس بتتقبل ان يقول لك فواتيري وحساباتي اون ذا كلاود، يعني تحس فاهم ايليانز يعني عند الناس الثانيه اون ذا كلاود في الفضاء كده. فمش كل الناس بتتقبل ده. طب سكيورتي اخبارها ايه؟ طب يا جماعه ده از جلوبال ترند. الديل بريكر هنا في الحته دي از كوست. فانت بتقول له طيب انت مش عايزه عند الايليانز، عنده عايزه في حضنك، ادفع بس 60,000 جنيه. طب انت هتدفع لي كام؟ هدفعك 5 جنيه في الشهر. لا خليه عند الايليانز، ما عنديش مشكله. فبيبقى ديل بريكر وقتها يعني. بس فيعني دوس امونج ذا موست يعني تشالنجز. فهي التقبل عم بيصير على مستوى المبنى اللي بيجي بيقول لك بلاش ادفع 60,000، ادفع 5 جنيه. خصوصا لو بتكلم ديسيجن ميكر، يعني ممكن لو انت بتتكلم مثلا، خلينا ناخد اكزامبل بسيط. فرضا انا ببروموت للاتش ار سولوشن او الاكونتنج سولوشن، اكشولي اللي هيدفع مش الاتش ار مانجر، اللي هيدفع صاحب البيزنس. صح تمام. فسو هو از ذا ديسيجن ميكر؟
صاحب البيزنس هو ديسيجن ميكر، والراجل الاتش ار ده بيكم از ا سيلر بروكر بالنسبه لك، هو هيجي يسوق الفكره عند صاحب الشركه علشان يريح نفسه عشان يقلل المجهود اللي هو بيبذله. فهو بالنسبه له دوزنت كير اباوت ذا ماني، مين هو كيرز اباوت ذا ماني؟ الراجل صاحب الشركه. هو كيرز اباوت البرايفسي بتاعت الداتا والان وحاسس ان الداتا بريشس جدا، الراجل الاتش ار مانجر المرتبات الفواتير الفلوس مش عارف ايه. بس فالبرجين تمني بيبقى مع راجل ديسيجن ميكر اول ما يحس بفرق الانفستمنت اللي هيحطه والفيتشرز اللي انا هاخدها، يعني ذا ار ذا سيم ذا ار فيري سيميلر. لا طبعا الموضوع محسوب. وهذه كومبيت كمان مع الشركات اللي هلا عم تدفع كثير شركات اون ذا كلاود، وبرضه البرايسنج تبعها برضه مش كثير عالي. يعني هذه كومبيت وذ ذوز از ا لوكال اس ام اي. هو عادة يمكن في مصر ده لسه مش موجود قوي، الناس بتقدم سياسي يعني، بس بره مصر الناس كلها بتتشارج ان اليو اس دولار، وطبعا فرق العمله ده بيبقى لمصلحتنا يعني. الحاجه الثانيه هو تشيب، يعني من هو تشيب. الحاجه الثالثه وي اوفر البرايس انترفيس، احنا الانترفيس بتاعنا عربي انجليزي ولحد كبير بيتماشى مع الكالتشر بتاعتنا. انت مش هتلاقي سوفت وير مثلا بيقدم اتش ار سولوشن اون ذا كلاود بيمانج مثلا التامينات بالنظام المصري او الدولار بالنظام المصري. فا إذا بيتش تكلموا يعني. أشوف في حدا عنده أسئلة من هذا الكاميرا مني. في حدا عنده أي أسئلة؟ ماهر سمير. ماهر سمير فيديو. كيف تعملوا اللوجو يعني التأمينات المصري، الضرائب المصري، الكالتشر المصري وهكذا. فا how do you think we'll go global يعني؟ ولا هي او حتى even to cover the domain region يعني. بص هو الوضع لما معاك انفستور بيختلف تماما، لان الانفستور wants you to go global كويس. يمكن انا ما اتكلمتش في details، بس احنا بطبيعه الحال البيزنس ابلكيشنز اللي عملناها في مصر اكيد كانت كالتشر او مسبوق لحد بعيد بالصفه الثقافه المصريه. وده كان strategic decision that we have to make، ان احنا لما نيجي نقلب ساس we have to change this، لان انت مفيش انفستور يحط معاك قرش عشان يقول لك انت هتشتغل على الماركت المصري بس. كويس؟ ف we do adapt للضرايب المصريه والتامينات المصريه، بس الموضوع ماشي لو احنا هنتكلم تيجي شويه باي شويه configurations و customization انت بتعمله بايدك as a user في السوفت وير. يعني الموضوع مش ستاتيك، نون تيكنيكال كونفيجريشن، نوت هارد كودد يعني. لا خالص بالعكس، احنا كان تشالنج بالنسبه لنا، يمكن ده اللي خد مننا وقت كبير، موضوع جنراليزيشن، لان احنا الموف من ان انت عندك ستاتيك بليس هولدر اسمه قسط التامين الثابت، ان هو يبقى حاجه كونفيجر تقدر تحطها وما تحطوش. ف وي ميد شور ان احنا لا وي كان يعني ان انا البلاتفورم بتاعي يبقى مالتي لينجوال بيسبورت ان انا انجكت جواه كذا 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 لغه، سواء رايت تو ليفت او ليفت تو رايت، كتب من اليمين للشمال او من الشمال لليمين. فده اللي انا عندي ان مايند كونسيدريشن تو جو جلوبال. الحاجه الثانيه موضوع الجنراليزيشن بس، فهو لحد بعيد الحمد لله يعني الكلام ده معمول حسابي. بس انت طبيعي انت بتتكلم من ايه؟ بتتكلم من الماركت بتاعك. يعني باي ذا واي احنا جالنا اوفرز، احنا اكزيبيتور هنا في عندنا بوث 41، فا اف اني ون از انترستد بليز فيزيت اس. يعني جالنا بارتنرشيب اوفرز في مصر وبره مصر امبارح، فهو مش بعيد، بس احنا كرنتلي فوكسنج على الايجيبشن ماركت. يمكن نبدا ناخد الموضوع نبدا ان احنا نتحرك بره مصر شويه ان شاء الله باي 2018. احنا كرنتلي يمكن عندنا 700 بيد يوزر، بس عندنا بلان السنه الجايه نوصل 30,000، والسنه اللي بعدها نوصل حاجز 60,000، ذن ونكونسيدر ان احنا نجو بره مصر ان شاء الله. Thank you, Nawal, for your vision when you're talking about how you don't want to keep SMEs behind. This is very important. So, from a geographical distribution, how the SMEs that you've done to strictly inquire over Alex, or the fee opportunities are on the scale? SMEs that we serve, or SMEs? That you've been in contact with, not only that you said, but that you feel knowledge that market on the store. بص انا مش هقول لكل الكاستمرز، بس انا فاكر كويس ان طبعا في كاستمرز في القاهره، في كاستمرز في الجيزه، لو كانت الجيزه بعض الثانيه، في كاستمرز في اسكندريه، في كاستمرز some customer has branches in other cities. اوكي بس يعني
so far هل حس إن في opportunity إنه تبقى في customers في الصعيد أو في شو أنا أنت تتكلم عن potential customers ولا customers that we already لا لا مش potential لا شو طبعاً شو طبعاً بس هي نقطة أنت بتكسر حاجز الساس أو الكلاود بيكسر الجيوغرافيك obstacles زي فأنت في الآخر هو الراجل كل اللي محتاجه هو internet connection فأنت قاعد في wherever you are as long as even a 3G USB modem you are on the cloud. Consider that. Thank you. كيف في الكالتشر in terms of تقبل in terms of payment؟ إحنا نعرف دائماً بنحكي بالوطن العربي عندك مشاكل payment in terms of online credit penetration والشغلات كيف تتعامل معها في موديلز؟ أجابة تاني هي الحاجات برضو ال investment بيفرض عليك إن أنت تحلها بسرعة لأن هو مش عايز يضيع أو يبقى عنده موضوع البيلينج وال collection مكلف. طيب. احنا كرنتلي العدد لسه قليل وكنا بنهندل الكلام ده فايا باند ترانسفيرز عامل حساب دفن بس طبعا لما نجو تو اذر جوفرنس زي حد سيستم بيس طبعا المشكله ان مش كل بنك عندها فروع في كل المحافظات فاحنا عملنا ديل مع بايفورت از ان اونلاين بيمنت بلاتفورم ذات از ريلي اميزنج بيقدموا ديفرنت سيرفيسز يعني هو بيقدم سيرفيس ان انت الكاستمر يقدر يدفع لك اونلاين يقدر يدفع بانتجريت مع فوري بانتجريت يوصل لك ممكن يكولكت من الكاستمر فاحنا عندنا ديل مع باي فورت يعني خلصناه خلاص الحمد لله وهنبدا نقدر كمان تشارج الناس اونلاين وبعدين اتس ادير كونفينينس فانت لو مش تراستنج ان انت تدفع اونلاين اي كان سيند سمون تو يور دور اند كولكت ذا موني كيف عم كيف How do you deal with feedback? هلا أنت لما يجي عندك اسمي على شوف النوم هل كلهم مبسوطين ولا هل هم بعطوكم بساعدوك وتغيروا وتضبطوا وتعملوا شو طريقة المتعامل معه؟ بس this is very important especially in the launching phase. يعني يمكن الفترة بتاعت soft launch أنا عايز أقول لك إن إحنا الكاستمرز بنقعدوا على رجلينا. أنا في الفترة دي بيبقى أكتر من المهم أكتر من إحنا ناخد feedback من الناس عشان كده. الانيشال انتجريشن تقريبا بيعملوا احنا بدينا معاهم فيدباك على طول بنقعد معاهم خصوصا الحته مثلا الحساسه للناس شويه اللي هي بيبقى فيها فلوس مرتبات الباي رول مش عارف ايه ضروري انت تبقى كروس كونتاكت معاهم وهم بيعملوا الكلام ده تشوف المشاكل اللي بتواجههم ايه الحاجات اللي ممكن تكون مش واضحه عندك انت محتاج تقدمها بصوره احسن او بطريقه مور يوزبل لليوزر ف وي هاف بين دوينج ذس ثرو اوفر 3 مانثس اللي فاتوا دول وفيري كلوزلي مع الكاستمر How do you see yourself going to other segments? Will you guys keep focused on that SMEs? No, it's SMEs. We have no interest in companies more than maximum 250. أكتر من كده هو هيكلمني وأنا هتعب. Because I want to keep being agile, and I need to deal with agile enterprises. يعني أنا كمان عايز أتعامل مع حد ليه بسرعة. أنت عشان تخش مع انتربرايز كبير. مش اسم ايه القرار اتخذه دي البروباجيشن بتاع البروجرام واللفه بتاعتها ما بتتحلش بسرعه فانا مش عايز كده انا عايز حد عنده استعداد يتقبل البلاتفورم من ميضه اجايل مش كومبليكيتد انا بقدم ورك فلو بس مش ورك فلو معقد الحجم الاكبر من كده انترستد ان هو ياخد ورك فلو معقد ياخد فيتشرز بكومبلكسيتي ليفل معين انا ما بقدمش ده تمام ومش عايز ده اجوز في حد كمان اسئله هيك تبعت شو أكثر شيء تعلمته بهالجرن؟ What was the one thing you would say شغلة واحدة تعلمته من هالجرن؟ Or let me ask you a different question. When في مرحلة من المراحل بهالجرن الأخر 10 سنين أو 12 سنة you felt you failed. How did you learn from such a failure? كثير بتعلم الواحد من لما فيل بالظبط. Because I'm sure يعني not everything was perfect all the time. 2008 شو بتعدي عليك لحظات طبعا يعني يمكن مع الازمه الاقتصاديه العالميه احنا كان عندنا مشكله جامده جيني نيو كاستمرز او ان انت تفتح بروجكتس جديده بس ده كان اوت اوف هاند. صح. اوقات في قرارات بتاخدها غلط ان انت تدخل في مشاريع معينه او تشتغل مع كاستمرز معينين بس ريلي the most important thing that I learned over the journey في الستارت ابس وفي البيزنس عموما من خبرتي المقاطعه حاجتين اهم من بعض
دول اهم حاجه في الجيرن كلها، وجود بارتنر فيدباك سواء ما بيحصل مشكله هو ده اللي بتستند عليه. والتيم طبعا، لان اتس نوت اول ما نشوفه خالص عمره ما هيحصل. جود تيم از ان امبورتنت فاكتور فور سكسس. وات سكيرز يو شو بخوفك؟ ايش اكثر شيء بخوفك لما تروح تنام تحت تدفع معاشات ستاف؟ وات از ات سكيرز يو؟ عندي سؤال. تفضل. What's a good team? What's a good team? Yeah, who is the partner? لا لا. In my case, my partner is the one sitting over there. إحنا بدأنا فكرة سوا. بالضبط. وأنا شايف إن ليه إفكت، ليه إفكت أكتر من الإنفستور وأكتر من البيزنس بارتنرز. لان انا شفت شراكات كتير انهدت بيكوز ما كانش في توافق بين الناس، ويبقى مؤلم جدا الناس بعد ما تحقق حاجه توصلوا لمرحله هم مش متفقين وما اكتشفوش ان هم مش متفقين لحد ما وصلوا للمرحله ديت، فبعد ما في حاجه بروميسنج الحاجه دي اتنفت. صح. جود تيم ده حاجات كتير قوي. لو انا هلخصها في حاجه، جود تيم هتكلم عن الجود سمارتي زي ما انت قلت عليها، الناس اللي جواها الرئيس اللي هو لو شايف حاجه غلط يصلحها، ولو هو مش قادر يصلحها يتعلم ازاي يصلحها، ومش هيسيبك في موقف انت محتاجاه وهو هيتفرج عليه. ان بي inspire them, inspire the person you are interviewing.
Tell them that you are going to empower them. Tell them that you find some values at your company that you would not find in an enterprise. You have to communicate it because you know it, but they don't. I think internal training is very important. Sorry? In the induction phase, in training, wearing fees is very, very important. You have to pay attention to give your OGs between 3 and 6 months until you put them, leave them without the safety net. So they can, they have to know if they drop it, then the safety net. The problem is earlier than this. She's talking about attracting them at first phase. I understand the question wrong. Finding them. So you find the characters and you do the rest. You have to. There is a, the education system has a problem. It doesn't understand the industry, and this is a problem with the IT industry. So I think it will not be done internally. So you have to have some seniors to handle this. Even from my computer science grad, by the way. So but in my generation, it's easier to find quality developers right now. I'll tell you a final tip that may be helpful in your case. Why not try some sort of internship? Yeah. Offering internship for undergraduates in summer, for example, yeah. And building relations with them, they will be interested. As you know, it's more comfortable to know that upon graduation, you are not going to go through the tough of sending your CVs. No, I have a company that I have an internship plan. They are going to have you on some graduate. Thank you. I think with that tip, I think it's great. My last question was going to be, what is your advice on fellow entrepreneurs in the room? What would you tell them to keep going? Like, what is it, that one thing that they need to keep pushing for? Have faith. In yourself, in your team, and in God, first place. Okay. Thank you, Mustafa. Thank you very much.